أريج، البداية اليوم رح تكون مع الأجهزة اللوحية من موبايل وآيباد إضافة للتاب وغيرها، فمهما تعددت الأسماء بتبقى النتيجة واحدة، هي حالة من الإدمان السلبي يلي عم بتسيطر على سلوكيات أولادنا وخاصة بمرحلة المراهقة. واليوم رح نحكي أكثر عن هذا الجانب وتأثيراته ومضاره عند المراهق مع الأخصائي في مجال علم النفس التربوي الأستاذ سليمان سلوم. اهلا وسهلا فيك، سعد صباحك. صباحكم. بدايه نريد ان نوجه التحيه للشهداء، لارواح شهدائنا الابرار ولرجال الجيش العربي السوري الذين يقومون بحمايتنا وبحمايه اطفالنا. اهلا وسهلا فيك استاذ. يعني بالبدايه خلينا نتعرف اكثر على مرحله المراهقه، اكيد اللي بمر فيها كل شاب وصبيه، وليش هي المرحله يمكن الاصعب بالنسبه للاهل؟ هلا هي مرحله من مراحل النمو، مرحلة المراهقة مرحلة من مراحل نمو الإنسان، يعني بتبدأ بالطفولة تنتقل هذه مرحلة، لأنه مرحلة التحول، يتحول العمر، الطفل بيكون يعني الطفل بيكون ملتصق بأهله. هذه المرحلة في عندك تبدلات فيزيولوجية وتبدلات سيكولوجية، تبدلات يعني النمو، حتى النمو، فهي من وتعد من أخطر المراحل إذا لم تكن مراقبة ومضبوطة من قبل الأهل. وتمتد عشر يعني فترة زمنية طويلة، تمتد إلى مرحلة العشر سنوات تقريبا. من أي عمر لأي عمر؟ عندك من العمر 11-12 سنة لعمر البلوغ 21 سنة، عمر الزمني للبلوغ عندنا مثلا 21 سنة، النضوج العقلي والعصبي. هذه المرحلة بمرحلة هو الخطورة في مرحلة التحول ما بين الطفولة والمراهقة واليفاعة بنسميها، والمراهقة بتبدلات الهرمونية، تبدلات الجسدية عند الإنسان، عند الطفل. الطفل مثلا بتلاقي بيغيب عنك، مثلا الطفل بمرحلة بالعمر هذا فترة زمنية ممكن شهر أو شهرين تلاقي تغيرت كيف، يعني مثلا نمي طولا، نمو صوته تبدل صوته، حتى ان كان على مستوى الاناث او الذكور. فانه هذه مرحله، فهو هون بيصير حتى هو عنده خلل استغراب نفسي، عنده بيستغرب جسمه كيف ما يتبدل بهالسرعه. الاهل بيصير نفسيته، لانه عندك منظومه الجسد او النفسيه، المنظومه الانفعاليه للانسان هي منظومه هرمونات، هذه الهرمونات اللي تبدلت عند الانسان فزادت انفعالاته من انفعالاته، صار اقرب للحساسيه. هون الطفل المراهق بالاضافه للتبدلات الجسديه، مثلا الذكر يصير بيطلع شواربه، مثلا صوته بيتغير، بدل بيكون ناعم بيصير خشن. عفوا، الانثى مثلا في عندك تبدلات جسديه، ظهور الاصداء، الدوره الهرمونيه عندها، فبيصير عندها غرابه، بتستغرب اذا ما كانت هي، يعني الاهل اللي هون بيلعبوا دور، يجب عليهم اطلاع اطفالهم على هذه التبدلات اول باول، يعني مباشره، انه واعلامهم ماذا يحصل في جسدهم اولا وما يحصل في انفعالاتهم. يعني خلينا نضل بعالم التكنولوجيا وعلاقة المراهق بالتكنولوجيا، بيكون بفترة من الفترات المراهق انه قريب كتير من عالم التكنولوجيا، بعيد عن رفقاته، بعيد عن محيطه، بيتعلق بهيدا الشغلات، قديش إلى آثار سلبية وقديش إلى آثار إيجابية؟ يعني هي سلاح ذو حدين، ممكن تفيده بشي وممكن تضره بشي تاني، خلينا نحكي عنه. هلا السلبيات، انا بالفتره هذه السلبيات اكثر من الايجابيات، نقول يعني تكنولوجيا يعني صارت حصل. الطفل يكون مرحله الطفوله، هذا اليافع يكون او المراهق يكون ملتصق مثلا بجهاز التلفاز، افلام كرتون، او بالتبدل مثلا، عندنا مثلا تحول بالعمر بالاهتمام، يعني نحكي بالواقع. مثلا هلا نحن كانت فتره نجاحات الصف التاسع، 90% من الهدايا اتت آيباد أو تابات أو لأطفالهم، كونهم حققوا نتيجة بالنجاح. فأنا ما الأهل هن ما يحرضوا أبنائهم على التكنولوجيا، هذا عمل إيجابي، بس الرقابة على هذه التكنولوجيا، على المواضيع الذي يتابعه هذا الطفل أو هذا اليافع أو هذا المراهق بهذه التكنولوجيا، ما هي البرامج، ما أين المواقع اللي بيزورها، اللي بيفوت عليها، مواقع ثقافية، مواقع اجتماعية، علاقاته مع تاني. الآثار السلبية لا ابتعاد عن
الرفاق، يعني العلاقات الاجتماعية يبتعد عن حتى عن أهله، تلاقي الطفل قاعد مع بين أهله ما يلعب بالألعاب أو ما حتى قراءة، ما بظن في قراءة يعني كلاته على الألعاب. هالألعاب نحن بعلم النفس بنقول تسطيح الدماغ أو تسطيح المعرفة، يعني بتلاقي بتمر على الإدمان عليها. هون المشكلة بقى الإدمان، هون التعاكل، لا بس لا أكمل اللعبة هذا إدمان، هاي بداية إدمان، يعني حتى أنه بينام الطفل والجهاز بيده، وهذا كمان خطورة للطفل من الإشعاعات اللي يمكن بالجهاز. بدأ مرحلة التوعية والاهتمام لهيك قصص عند الأهل من مرحلة الطفولة، يعني حتى ما الطفل يكبر ويصير بمرحلة المراهقة ويصير عادة أنه دايما معه اللابتوب، دايما معه الموبايل أو التاب، دايما موجودة معه. يمكن هذا الشيء بتعلق كمان بتربية الأهل من الطفولة للأولاد. هلا التربية أكيد أساسي عامل دور بتربية الطفل وزرع منظومة القيم الأخلاقية والسلوك الطفل بشكل عام، لهم دور كبير. انعدام الرقابة على الطفل أو على المراهق بداية مراهقته إلى رفقة سوء أو إدمانات أو رفقة الآيباد أو الجهاز الموبايل. نعم. أو يمكن انعدام الرقابة وبنفس الوقت الرقابة الزايدة كمان أو بدي يخلصوا منه، روح خود اشتغل عني، اشتغل بدك إياه أو إلى آخره. يعني أنا بدي يعني بيفكروا إنه هنن عم يفيدوا الطفل. نعم. أو المراهق هنن عم يضروه بنفس الوقت. يعني أنت أنا ما أعطيك لا تأدمن أو هالبرنامج أو في كتير، يعني كتير حالات بحياتنا الطبيعية بنشوفها، يعني حوالينا رايبيننا أخواتنا جيراننا تلاقيهم. يعني أنا بقول لك، برجع بقول لك 90% من هذا ما جابوا لهم كتاب أو منظومة ثقافية. المحيط عم يأثر كمان بشكل كتير كبير، والمجتمع كتير مقاهي الإنترنت، إنه مثلاً بيروح تابع العاب، يعني اكثر شيء بيتبعوا الاطفال يعني بالمرحله هذه بيتابعوا الالعاب كانتر، هاي المنتشره تماما الالعاب اللي كان العاب العنف التي تفرغ فيه ما فيه من طاقه ضعف بده يلاقي حاله فيها، او يعني يبتعدون عنه حتى الرومانسيات، يعني يبتعدوا تلاقي يذهب الى العاب العنف. نعم. برايك يعني كيف فينا فيهم الاهل يضبطوا ابنهم، يضبطوا بنتهم، يضبطوا حتى الطفل يعني قبل ما يصير بمرحله المراهقه، لانه بتمتد معه مثل ما ذكرت هلا، كيف فيهم يضبطوه يعني بحيث انه يبعدوه ما يوصل المراهق لمرحله الادمان؟ هلا بما انه لساته هذا المراهق تحت جناح الاسره، ففينا انا اسمح له بفترات زمنيه او اشغله باشياء اخرى. لا مثلا بالصيف هلا بقول بفتره الامتحان الدراسي عنده دراسه، يعني يا دوب يلحق دروسه، اما مثل الاستراحات او العطل او الصيف، هلا في عندنا نحن انديه صيفيه، عندنا المسابح، عندنا اشغاله باي شيء يعني لهالمراهق. ناخذ نحن نسب، بيكون مثلا نسبه 30 او 40% من هؤلاء المراهقين يعني يرتادون المسابح او يرتادون الملاعب او يعني في انشطه ممكن تلهي الطالب او حتى المراهق، نشجعهم ليروح يمارسوا اي رياضه. هذا الطفل كي يبني جسده بالحقيقه وليس بالوهم. نعم. عرفت كيف؟ انا بقول له روح انت تدرب كاراتيه ولا تتفرج على لعبه كاراتيه، روح تدرب جري ولا تتفرج على لعبه جري، عرفت كيف؟ روح فرغ طاقتك، لانه بيكون عنده هذه الهرمونات اللي تتولد داخله، بتولد عنده طاقات هائله، فبيشعر انه لازم نقطه الضعف اللي عنده بناء الجسد الضعيف بيروح بده يفرغها، فانه روح تدرب وبني جسدك عضلاتك فهوني انا اشغلته للطفل او لهالمراهق، هذا اشغلته بحاله رياضيه او اجتماعيه او ثقافيه. او نحن في عنا بالفتره هنا اللي احنا بدنا نحكي، لا نمر بظروف مثاليه، نمر بظروف حرب. كانت منظمه الاتحاد الشعبي للثوره تنظم معسكرات في الصيف. نعم. فيا ريت، انا اتمنى ان تعود. في بعض الأنشطة لسه مستمرة، وأيضا يمكن الجمعيات والفرق التطوعية اللي هلا عم تشغل الشباب. هاي كنت بدي انوه عليها، انه
تشجيع الأهل لأطفالهم لأبنائهم هذول المراهقين للانضمام إلى هذا الفرق الموسيقى الفرق يعني أي شيء فيبتعد عن التكنولوجيا عن الإدمانات على الأجهزة الحديثة. أستاذ سليمان بنهاية حديثنا شو بتحب توجه يمكن نصائح للأهل لحتى يكون عندهم اطلاع أكثر بالجانب التوعوي لأولادهم؟ هلا نحن وما أفرزته الحرب من ويلات على أطفالنا بفقدان الكثير من الأرواح، أتمنى على الأمهات تحديدا أن علموا أبنائكم الحب ثم الحب ثم الحب، هذا تمني بالإضافة أستاذ للمراقبة من قبل الأهل. لا مش أن تتعلم الطفل هذا الطفل أو هذا اليافع على الحب في يعني ما بيأذي نفسه كونه بيحب، ما بيأذي نفسه ما بيأذي الآخرين، حتى بتعلميه كثير صفات، مش بتعلميه هذه الصفة أنه يحب كل الناس، فبتعلميه بتحميه من كثير أشياء. صحيح. وشكرا لك. نتشكر وجودك معنا الأستاذ سليمان سلوم أخصائي بمجال علم النفس التربوي، اليوم كان موضوعنا إن شاء الله يكون حقق الفائدة لجميع مشاهدينا. شكرا لك ويسعد صباحك. شكرا كثير لوجودك معنا لليوم. شكرا لك.